تلبس البدله دي يا بابا. افهمني بقى يا بابا، بص الجاكيته دي ستايل قديم انا يا بابا، لو فانكي. بص يا بابا السبايك، بص كل الادويه دي ما تلزمنيش، ده ابو امك موافقش عليا الا لما بص كده ولقاني لابس الجاكيته دي. ما عشان كده مات مجنون. اخرس تعال عدلك كده فتره. استنى نفسي تبقي موجوده النهارده. طيب وركبي اهو هخطب. وحشتيني يا زبيده. انا بموت يا عم هاني يا شاكر. وحشتيني يا بابا. ثانيه كمان وانا هوحشك. وحشتيني يا زبيده. يا بابا مالك يا بابا؟ معلش الله يرحمها الله يرحمها. يا بابا هتخنق. انت بتشنقني. طيب خلاص خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ساتر يا رب، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بيت يا لوزه، بيت يا لوزه. ايوه يا ستي. تعالي يا بيت. ايه اللي مرمي على الارض ده؟ دي ميه يا ستي، انا لسه مسحه. انت ايش عرفك انت؟ ميه ايه ده؟ عمل معمول لي. امشي هاتيلي شويه ملح عشان افسده. امشي يا بيت. يا ساتر يا رب يا ساتر يا رب. الهي يخرب بيتك يا وليه يا ام عاطف. تولعي بجاز انت وابنك عاطف وجوزك ابو عاطف يتشل ان شاء الله علشان ترتاح. يا سيدي يا كبير، جرجرها من على السرير. يا سيدي يا امام، احرمها من دخول الحمام. اه يا وليه دي خرب. هات يا بيت هات يا بيت. يكفينا شر المستخبي والمعمول والمرمي على الارض والمكتوب على الورق. قادر يا كريم. امسك يا بيت وقفلي الباب. حسك عينك الاقي ميه بعد كده مرميه على الباب لحسن مكتاب الله. امسك دماغك ده هي وحطها في قلب الميه السخنه المغليه وانتفك زي البطه شعريه شعريه. انت فاهمه ولا ما انتش فاهمه؟ انت هنا يا حمدي. ازيك يا خالتي؟ حبيبي ازيك يا روحي؟ عامل ايه؟ وحشتني يا ولا. ايه يا ولا، انا مش قايله لك الف مره ما تقلعش الخرزه الزرقاء من رقبتك؟ اهي النتيجه اهي، رقبتك عماله تختفي تختفي لما دخلت في زورك. مفيش حاجه نافعه يا خالتي. ليه مالك يا ولا؟ اسالي نوايا. يا ماما بقالي ساعه بفهم حمدي ان وجوده هنا وانا لوحدي ما يصحش، مش راضي يفهم. ابن خالتك وبيسال علينا. هو في حد بعد ابوكي ما مات سال علينا غيره؟ شوف بقى، انا عامله النهارده صينيه مكرونه بالبشاميل انما مقري عليها 7 مرات. المفروض تساليني انا. اسالك انت ليه؟ هو انت غريبه؟ انما هو غلبان يا حبه عيني، عايش لوحده. يا عالم يا عالم من اللي عايش معاه. عن اذنكم علينا بيت. تعالي يا بنت انا ولا انا عايزاك في كلمتين. بقول لك ايه يا حمدي يا حبيبي، خش السفره اقعد العب شويه على ما اجي لك. حاضر يا خالتي. ترسي عودي. حطي في دماغك بقى، مش عشان انا وافقت ان تيمور ده يجي يخطبك تقومي تعاملي ابن خالتك وحش. يا ماما كل ما يشوفني يقولي بحبك وعايزه اتجوزك. وماله، حد يكره يتجوز كم اللحم ده؟ يا بنت ده غني ومقرش، ابو سايب له شيء وشويات العماره دي كلها بتاعته غير محل الذهب. يا ماما انت عايزه تقنعيني بايه؟ انا من سنتين كنت بقول له يا انكل. يلا قومي عشان تاكلي معانا. مش وقت. انت حره ياكل على نفسك بتاعك. يا بابا لو العربيه اشتغلت لوحدها وشك هيبقى كفته. مين اللي هيشغلها وانا بره؟ في ايه؟ يلا في ايه عندنا معاك يا بابا؟ بس هرب عليش. انا اسف انا اسف. انت مش قاسي الزيت ده 60 مرة امبارح؟ امبارح غير النهارده يا بابا. انت هتديها حقنا خلصنا يا ابني. دي مسؤوليه. والعلم حضرتك لما نوصل هنركن العربيه المعفنه دي بعيد عن بيت ام نوال، مش عايز فضايح. السعر من العربيه. روح خد لك تاكسي. أنا مش رايح. انا اسف. اتفضل اتفضل بقى يا بابا. يلا يلا حبيبي. شفت ده يا خالتي؟ حتة ألماس تمنها 10,600 جنيه هتاكل منك حتة. والله منين كده يا واد؟ ده ألماس. ولو اني ما بحبش ألبس الألماس عشان الحسد واللازم منه، لكن هلبسه بقى والحري صلى. رايحة فين يا نواه؟ رايحة الكوافير. بابا يا ماما في سلامة يا حمدي. مفيش. الله يسلمك يا نونا. انت رايك يا خالتي في موضوع الخطوبة ده؟ يا اخويا انا ماليش رأي. الرأي رأي بشندي، لو وافق يبقى انا موافقة، موافقش بقى يبقى كل شيء نصيب. وبشندي دخله ايه في الموضوع ده؟ لا 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 اوعى تخبط، دول اهل الطلع والمستخبي، تروح في 60 داهية. عندك حق، يبقى بشندي هو الحل. ايه يا بابا الطريقة دي يا بابا؟ يا ابني مش رايحين فرح. ايوه بس الطريقه دي بقت بيئه قوي. كل اللي فرح كده مفيش حاجه اسمها بيئه. يا بابا مش لاقي عليا ام فانكي. انزل يا فانكي خد لك تاكسي اذا كانش عاجبك. طب امشي بسرعه يا بابا احنا راكبين نمله. الراجل ده رخم قوي يا بابا. سيبك منه سيبك منه. انت لازق فينا ليه يا رزل؟ مشاري واسع. Thank you.
هتلاقي امك جايبها لك. يا راجل يا حمار استنى عليا انا هوريك. انت نازل ليه يا اخي؟ ماشي لازق فيا ومستعجل، مشاريع واسع قدامك. انا حمار؟ طيب اقل واجب لما تخش عليها الدخله دي تبقى 60 حمار كمان. وبعدين ايه عربيه المولد اللي انت راكبها دي؟ مش عاجباك العربيه تبقى حمار. بابا حمار وسايق يا بابا. مش عاجباك العربيه يا شباب؟ ما كترش كلامك افتحي. بس انت ما تغلطش فيه. خليك بعيد. ما كترش بالكلام. خليك بعيد عشان انت كده ما تكرمش. انت لازم تتربى بقى. وريني رخصك يا بابا. تتطحن. انا اترزح. ايه ايه انت بتدي لك على ايه؟ ايه 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 تيمور 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 تيمور. لا كان معايا واحد قصير بس مش عارف راح فين. المصاري اتفضل يا بابا. بابا انت تيمور يا انا للاسف تيمور يا بابا. اخبار الخلانوسه ايه؟ من السفره بس انا اعرف انها في اسكندريه وطنطا. مسافرة برا مصر. اه لو كانت موجوده هي دي اللي هتجيب لنا قرارهم واصلهم وفصلهم. يا رب ناولني شوفتها يا رب. كلنا شغالين بقى امراه. خدي ورشي شويه الميه على الكراسي اللي هيقعدوا عليها. حاضر. ازيك يا بابا؟ ازيك يا لوزه؟ عامله ايه معاك يا لوزه يا ست هاني؟ حلوه يا اخويا زي الفل. ما تتخيرش عنك. ايش برا البيت. الله يعلي اصلك كمان وكمان. ماما هش هش يا ماما جايالك يا نوال. هش 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 برا 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 برا. عايزه ايه؟ مين اللي جاب شاندي ده هنا؟ انت مش عاوزاه يجي في يوم زي ده؟ امال مين اللي هيجيب لي قرارهم ويطمني عليكي؟ نفسك اخطب لك وانا منتصر. يا بابا ما تقولش كده والله. ده انا فخور بيك جدا. ده انت استحملت ضرب ما يستحملوش 100 راجل. ما تقولش كده جوه. لا قلت جوه همشي. ده بيني وبينك بابا. بابا احنا نخش الزباله دي. الزباله انت عارف مدفوع فيها كام؟ يا ماما انت عايزه تفضحيني. خش 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 وخليكي في حالك. افتحي يا بنتي يا لوزه. العروسه ماتت يا بابا. اول يوم ده بان من اوله. ماما فين يا بنتي؟ ماما مين يا بابا؟ ماما فين يا بنتي؟ موجوده اتفضلوا. انت البوليه يا بابا قفلت لك عينك. ماما بتاعتك غير بتاعتي. اتفضل يا بابا. مساء الخير يا فندم. تيمور عابد الببلاوي. ده مش طبيعي يا بابا. مين ده؟ معرفش يمكن واحد من قرايبه. اهلا وسهلا. هو بيعمل كده ليه؟ ده بياكل بقه. بياكل بقه يبقى خطر. الله انت زعلته؟ ايه الاسلوب ده ليه كده؟ احنا ضيوف عندكم. في ايه؟ في ايه؟ وكمان ما يصحش يسيبوا حد خطر كده في البيت. بابا انا خايف قوي. ما تخافش. ايه ده؟ اهلا وسهلا اهلا وسهلا. حصلت لنا الف بركه. ازيك يا تيمور يا حبيبي؟ الله يسلمك. تنزع حضرتك. الحمد لله. بابايا عابد الببلاوي ترزي حريمي. باين على وش حضرتك. انما كفل الشر. ايه اللي حصل في وشك؟ لا خير يا فندم. خناقه بسيطه في الشارع بس بابا ضرب الناس بفترة. بس ده وشه متدمر خالص. اه ما حريك بابا في الخناقات بيضرب بوشه. ده نازل الترع. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. الحقيقه يعني ما احنا جايين نطلب ايد الانسه نوال لتيمور ابني بس الظروف مش سامحه خالص. مين قال كده؟ ده احنا مبسوطين خالص. اهلا وسهلا. هو فعلا حضرتك اول ما جينا قابلنا التربي ده فقلقنا شويه. لا ده بشاندي 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 ده بركه البيت. زي ما يا بابا عيني. يا حبيبي يا ابني انت عامل ملح في عيني يا بابا. ايه يا هارم بترش ملح علينا ليه؟ الله لو انت خلينونا يا فندم عشان يبقى عيش وملح بينا وبين بعض. يعني هتحطوا لي نص رغيف في عين الثانيه؟ معلش يا حبيبي معلش. تحرقني يا حبيبي. ما ردتيش علينا يا هارم. ربك كريم. هو اللي بيجوز وهو اللي بيطلق. يا استاذي احنا اوامر ماشيه على الارض. اوامرك يا سيدي. ده حصان. حصان ولا حمار نعمل ايه؟ وحضرتك ده بيت نوال زميلتي في الكليه. طبعا بيت نوال. يا نوال يا نوال بنتي نوال. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. ازيك يا عم؟ ازيك يا حبيبتي؟ سلامتك. ايه اللي حصل؟ لا مفيش حاجه. حاجه بسيطه حاجه بسيطه. ازيك يا تيمور؟ ازيك انت؟ الحمد لله. ايه مش ملاحظه حاجه عليا؟ مش سلامتك ولا حاجه؟ سلام. الله يسلمك. ايه البدله دي؟ ايه
ايه البدله دي؟ بدله؟ انت لسه شفتي حاجه؟ مبهوره بالبدله دي. منور يا عم. الله يخليك، انت منوره ما شاء الله. قمر بدري منور. بدري استر من عيني يا عم. احنا طبع فون، ايه اللي بيعمله ده؟ ما رضيتيش علينا يا هارب. الولد قلقان. انا لسه ما جاليش الرد. وجاي منين الرد ده؟ اما يشهل. هو مين اللي يشهل يا فندم؟ الله الحمد لله الرد وصل. شوفوا بقى، انتوا سيبونا يومين عشان نفكر، مش كده يا باشندي؟ المكتوب مكتوب، واللي حينشاف حينشاف يا هانم. يا جماعه احنا جايين نعمل عمل، ايه الاسلوب اللي في بيتكم ده؟ ولا تيمور ولا كلمه. استهانم عقبال ما يجي لك الرد. تليفون بيتنا عند بنتك، هريانه تليفونات ليل ونهار بتتصلي بينا. يلا يا بابا ما تكلمناش في حياتك. ولا كلمه قدام. يلا معلش يا عمي انا اسفه. شاكرين قوي يا نوال، جايبانا انا وابويا ترش علينا ملح، شاكرين قوي. يقولوا علينا ايه يا ماما؟ بيت مجانين. احنا قاعدين في المنطقه كلها. ايه خير يا باشندي، ايه الاخبار؟ لا يجوز يا هان. انا قلت والله انه لا يجوز. الوريه حماتها جديد مخها ضربه. يا بابا انا مالي ومال، انا اتجوز بنتها. بابا احنا بقى لنا ساعه بالليل فمش هنروح. هوديك مطعم كباب اللي كلت فيه انا ومرحوم امك يوم خطبتنا. ربنا يخليك يا حبيبي. انا لما كنت عاوز ابسط امك وافرفشها وادلعها كنت عازمها في المطعم ده. كل يا تيمور، كل يا ابني، داخل على جواز محتاج ترم عظمك. اللحمة حلوة قوي بابا، مش بتجيبني من زمان. مرحب بوجودك، ده سهل، ده بالحجز يا ابني، انا حاجز لك دي من اسبوع الترابيزه دي. ربنا يخليك يا بابا. بس ده راجل كريم قوي. بص الريشه قد ايه؟ انا عمري ما شفت ريشه كده. هو عيبه انه غالي، بس الغالي تمره فيه. يا بابا انت هتقتلني عشان انت اللي هتدفع؟ يا ابني انا اقصد طعم اللحمه هنا غير اي مكان تاني. بقول لك يا بابا بعد اذنك، ممكن بعد الخطوبه بعزم نوال وامها هنا؟ وامها لا، نوال في عينيا الاثنين. طب والنبي يا بابا انت ما بتاكلش، خد من ايدي دي. يا ابني كل انت. بص يا بابا الريشه قد ايه؟ ده الراجل ده كريم جدا. طب والنبي اللي هتاكل حته. انت بتقول كل بس انت. والله ما بتاكل. طب انت اطلع وانا اطلع. ايه بابا الحكومه دي في ايه؟ يلا انزلوا. دول اعاظم القوم. عاظم؟ قصدي كبارات البلد بيجوا ياكلوا هنا دايما على طول. الاكل يستاهل بصراحه. مش كده؟ اه والله. مراحة فين كده بابا؟ تلاقيهم ما لقوش ترابيزات فاضيه هنا، هياكلوا على الواقف جوه. والنبي بابا ما نخلص دول اطلب لنا 2 كيلو تاني. عينيا يا حبيبي. انت والله انت متكلف. بتكسفني يا طب تيمور. دي اطرى من اللي معاك. طب امسك بس. عمي يا باشا ده لحمه خلفان مطبوخ في المذبح. انت بتاكل الناس لحم حمير؟ الحمير دي بس عاملها في الدليفري. دليفري؟ بسميكوا اللي بتاكلوها دي لحم حمير. مالك يا بابا؟ صعبان عليا مرحوم امك واكلتها هنا كتير. يس 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 يس. شاكرين على العشوة الظريفة دي يا بابا، إن شاء الله تعمل لنا على الغدا بكرة صينية الكلاب. يعني أنت أكلت لوحدك؟ ما أنا واكل فيه نص حمار. ماشي ماشي. اتفضل. يوعى. اتفضل. فودة 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 فودة. فودة إيه وزفت إيه؟ إيه الهزار الماسخ بتاعكم ده؟ ناقصكم أنا؟ حرام عليكم. طالع معايا ولا هصيع مع الفشلة دول؟ هيصيع مع الفشلة دول يا عم. طيب هات لي معاك فوار. حاضر يا بابا سلامتك. ايه الاستهبال ده؟ بوقت انا اموت فيها يا عم. بنهزر. بقول لك ايه؟ ايه؟ اطلع هات الكونترباص. ليه؟ عندنا حفله بكره. تتكلم بجد؟ ايوه. مية مية. بابا وحياتك ابعت لي كونترباص. وحياه اميره ولبنى وسميره، وحياه اميره ولبنى وسميره وناديه واختها، وحياه اماني وسمر وناني، وحياه اماني وسمر وناني والشله كلها. نركز يا جماعه، هنعلب اميره ونوطب اختها. اوكي خدي اتصلي بيه. اتصل اقول له ايه بس؟ اوعى انت اوعى. واحد اثنين ثلاثه اربعه. وحياه اماني وسمر وناني. الو. ايوه يا نوال. كلهم موجودين، يعني هيروحوا فين؟ كلها. تيمور. نعم. تليفون نوال. يا نوال ما جيتيش ليه؟ مش في بروفه عشان الاغنيه بتاعت بكره؟ انت مالك في ايه؟ ملخبطه ليه؟ طب خلاص هشوفك بكره، مش مشكله تعملي جروب قبل ما نشتغل. اه حلو قوي. يلا باي باي. ما اكدتيش عليه ليه؟ اكد عليه ازاي وانتوا كلكم واقفين فوق دماغي؟ واحد سرق عقد على الماس ثمنه 10000 جنيه، نكلمه ازاي؟ نبعت له مسج؟ مش فضلك تيمور، مش حرام يا بنتي. ده امالنا انه يطلع بريء. بس انت ابعتي هاتيه هو وابوه
وانا هعرف مين اللي سرق. الخزعبلات دي تعملها على حد تاني. مفيش حد غريب دخل البيت غير هو وابوه. يا ماما دوري كويس، ابوس ايدك. يا بنتي احنا مش هنتهمهم، عمك بشندي هيفتح المندل ويشوف مين اللي سرق. صدقيني مش هو. يا بنتي مدور وعينه مدوره وقصير، اكيد هو اللي سرق. تيمور مش مدور ومش حرامي. لا مدور وحرامي كمان. هلا ايفريبادي، تيمور سبيكينج، يو نو مي. اوكي يو وانا ليسن تو مي. جدا. لو سمحت يا بابا خليك في هدومك وخليني انا في تيشرتاتي. هما خدي انت وانا هقابلهم. حاضر. بص يا عم، انا وبابا النهارده فطرنا ملح وجبنا ملح زياده عشان لو احتاجنا في القعده. لو سمحت بقى عشان بابا عنده هشاشة عظام. اتفضل يا بابا، اتفضل. يلا ابو وما تنهش. انا ما اقدرش اخرج الا لما البشندي يقول لي. انا جدتي مش خالصه، انا في ايدي الناس. لو ما خرجتيش انا هخرج. استني بس شويه وانا هخرج لهم. استني تركتن دن بجملي بجملي تركتن دن بجملي يا بفرة بفرة. بيحضر قرش حشيش. ايه فرق فرق في درويسي غرقي جليل ابي كتول. طب ما تقول كده يا اخي، ما تنكدش علينا. في ايه؟ عايزنا نرقص. صيب ارقص يا تانت ام نوال العينه. حياتي النبي ترمطوبه. يا تانت الراجل ده بهدلنا انا وبابا جدا. عامله معروف الرطوبه. اعتبروه مربوط. حازم الشراب هتحرق. ايه يا هارب، حد قال لك ان ابني ملبوس؟ ايه يا بشندي ظهر. هو ايه يا تانت اللي هيظهر؟ انت هتحضرها عفريت؟ العقد الالماظ يا حبيبي. لا يا فندم، انا متفق مع نوال، هجيب دبلتين وموبايل. دبلتين وموبايل؟ احنا بنتكلم على عقد الماظ اختفى اتلقط. لاحظ ان كلامك جارح يا تانت. استنى، انت رايح فين؟ انت مش فاهم عقد ايه يا هاني بتتكلمي عليه؟ العقد الالماس بتاعي اللي اختفى وانتوا موجودين هنا يا حراميه يا نور. لا الجرح زاد قوي. يلا انت مش معايا. هم اللي قولي هم
هم يا هانم الطالع كشفهم طالع ايه ونازل ايه يا عم سلم انت انت عارف مكلمه مين انا درزي حريبي عمري ما حد سرقني في متر وماشي في الشعود يا الماظ بابا انا اسف انا اسف يا بابا ارجوك يا تيمور تاخد عمي وتمشي من ايه اخرتها انا والت سرقونا اخرتها ايه ده احنا لسه في اولها وانت وربنا اوريك يا بقى يا ابو ثلاث سنين هشيلهم لك يا راجل يا مقشف امك راست لابويا عشان خاطري امشي دلوقتي يا بابا انا اسف يا بابا سيبنا ربيهم يا بابا وربنا نستناك تحت بنتي يا نوال سيب الحراميه دول وتعالي هنا يا بنت الحرام اللي واقف جنبك النشال يا صايع يا راجل يا مقشف يا معفن يا بقى معلش يا تيمور امشي دلوقتي وانا هقابلك بالليل يا ابو بقى فاضي هاتوا البوليس يا خالتي وانا عصاكي حمدي ايه ده وده حمدي الجواهرجي الحبيب اوعى ايدك سيب البدله سنين سنين مين يا معفن بس اوعى يلا سيب نضربها بقى اضربني يا عندك ده يلا بابا عندك يلا راجل تمام خدك لك واسرع يلا يا معفن يلا عليك كبرتي نفسك جايين على ابو عوض كده خرج ولن يعود بعد عليا بقى في المحل عشان ادي لك عمولتك الله 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 اعمل ايه اعمل ايه اعمل ايه هتقعد لنا يا عم في حته بقى عصبتنا الله ما انا جوايا نار بتغلي نار وانتوا بتشربوا شيشه ناقص تجيبوا رقاصه اكيد باشاندي دوت مظبط مع حمدي ابن خالتها عشان يطيرك يا ريس قصدك تقول باشاندي هو اللي سرق العقد اقطع دراعي باللي ده اما كان باشاندي ده هو اللي عملها استنى بس دي البنت لوزه الخدامه بنت باشاندي صدق هو باشاندي انت هتقفوا جنبي ولا ايه النظام انا رقبتي سداده شوف رقبه هوده معاك يا معلم يا رب طب اقول لك الساعه كام دلوقتي الساعه 7 يا نهار اسود ميعاد نوال يا بيه بقول لك يا نوال انا عايز عنوان باشاندي ضروري باشاندي ايه بقى ده وقته انا مصدقنا بقينا لوحدنا يا بنتي ده عايز يفرق بيننا ده انا ممكن اولع الدنيا ايه يا عمى يا عمى ايه مش في ناطح ماشي معاه ولا انا مش مالي عينك يا عم انا عملت لها حاجه انا استناك لما تعمل لها غور امشي حرام يا تيمور ده ولد صغير صغير بيكبر يا نوال انت مشكلتك حاجه واحده مش متخيله انا بخاف عليك قد ايه ما بتقش حد يلمسك انت بجد بتخاف عليا قوي كده انا مش هجاوبك على السؤال ده انا هخلي الايام هي اللي تثبتك ايه ده يا تيمور الشجره وقعت يا استفندي وشرفك لو عايز سمك انزل لك منها سمك الحد يلمسك قال ده انا اشيل كلمه ذكر من البطاقه اثبت ياض بتقول لي مين ياض يا ابن التايه بقول لك انت لا اصحى كلها بتاكل بروتينات وعارفه بعضيها ايه البول حمضان ده استنى انت يا بسال مالك ياض يا وش بتنتهب علينا ليه في حاجه في جماجم بتهاجم وعفاريت بتموت لسه حافظها امبارح خلي بالك ده ممكن يقطعك اسكت انت مين البت دي ايه واحده كده واحده ايه يا تيمور البت دي تلزن نفض لنفسك يا نفض ايه في حاجه في هدومي يا نوال هدومك ايه انا مخطوفه ما تكبريش الموضوع بقى يا نوال يا نهار اسود البت اتخطفت البت اتخطفت استنى ادب سيلا انت وقفصين الخضار اللي معاك مين اللي هاكل على قفال اول يلا قلتلك هيقطعها مراه فين راه فين في حاجه ياض عايز حاجه ياض عايز الاستفنديه بتاعتي خد تعالى بتعرضها ياض انا مش قلتلك طريها ياض انا طريها اوعى تفكر تمشي ورانا ليه امشي وراكم ليه يلا ابو سله فلا يلا ايه يا كابتن في حاجه لا يا باشا مفيش حاجه انا كنت جايب خطيبتي من الدرس فالعيال دي غلست بس انا قمت بالواجب يا باشا صح خد خطيبتك وروح وبلاش تمشي في شوارع الضلمه دي تاني حاضر يا باشا مش همشي في الشوارع دي تاني كده تسيبهم ياخدوني انت بتستهبلي ياخدوك ايه ده انت روحي افهمي انا ما اقدرش اتخانق وانت معايا تتبهدلي وكنت شايف الحكومه في المكان انا قلت كده برضو هتعمل ايه مع باشاندي لا باشاندي ده حكايته حكايه في ايه يا تيمور في ايه ما تكلمنيش من الشارع ده انت مش لسه حضرة الضابط قايل لنا ما حدش يمشي في الشارع بصي شكله عاجبك الشارع انا ماشي اصحى سيبتهوفن يا بابا خير انت جايلك نوم وابوك متهم بالسرقه يا بابا اعمل ايه انا نايم حرام تنام ازاي وابوك حرامي خلاص يا بابا روح سلم نفسك انت بتهرج كمان طب اعمل ايه يا بابا انزل اقتلهم دلوقتي يا ريت يا ابني تجيب لي حقي ولا ناوي تهرب زي ما هربت في خناقه العربيه وشرفك يا ابويا وشرفك اللي جاب لك حقك ما تشوف بس سيبنا ننام دلوقتي انا مش حرامي يا تيمور انا عارف بابا بتقول لي انا ده ابنك تصبح على خير انا مش حرامي يا ابني والله يا بابا عايز انام انا مش حرامي مش حرامي انا عايز انام اموت
تيمور انت نمت يا ابني؟ عايز حاجه بابا؟ انت عاوز اقول لك انا مش حاسس بقى يا بابا. لا بيت بشندي هو دوت. اخلص اخلص. اتفضل يا باشا. سيادته المدير حاتم الحاتم ابو حاتم. حاتم الحاتم ابو حاتم صاحب توكيلات الطيور المهاجره. هو اللي مأكلنا. هو اللي ملبسنا. هو اللي مقلعنا. حاتم الحاتم ابو حاتم. حاتم الحاتم ابو حاتم. هو فين؟ هو فين؟ هو فين؟ السلام عليكم. عليكم السلام يا اطلع. اقول لك قل لي هدول مساكين؟ مساكين سيادتك. يلا طلع طلع وزع فرقوا مالي فرقوا فرقوا. لا حول الله بعدك شب ترى والله حزنت عليك والله تأثرت لي لحظة أبكي. والله قل لي أنت مشلول ولا رجولك منملة؟ لا أخويا مشلول وأنت واقف على رجليك. خمسة معك فلوس وعملت مرة وأنا مش لاقي اللغة. خمسة حرام عليك. أعطي له خمسة. حرام عليك. يا ابيض والله ما يستاهل يوم الدين. ترى ليش؟ لأنك ما ربيته. أنت ما ربيته ما ربيته. أعطيله أعطيله. كم باقي معنا؟ 100,000 سنة. أعطيه يلا يلا يلا. بقول لسيادتك 100,000. يا أخي السؤال هذا المال حقك ولا حقي؟ حق سيادتك. أعطي. حاضر سيادتك أنا مالي. اطلع يا أبا يا هلا. شوف أول ما ريته دريت إنه مشلول. ربنا يزيدك علم يا فندم. يا أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا. أنتوا بقى عايزين بشندي صح؟ أيوة بسرعة خلص يا حلوة. أراك توزع من مال أمك. عسل سيادتك. يا بنت الدوشه اللي بره دي. راجل غني قوي بره ومعاه حراسه ياما. ابعت ابعت يا اللي بتبعت. واداني 100 جنيه. فين هما يا بنت؟ ايدك. الله ايه هو ده وقته؟ على رايك خليه يستنى بره شويه وما يدخلش على طول. امرك يا سيدي. قشطه. ما تغلبنيش بقول لك طلع تهوى الفلوس. عم راجل هو اللي بدهم لنا يا عم. بقول لك طلع دول عهده. يا ابني اديله خلصنا. يلا عدي. سيادة المدير حاتم الحاتم أبو حاتم يعني الطيور المهاجرة. أهلا أهلا. ما شاء الله تبارك الله والله ساحر. الأتموسفير حبك كله السحر والله. مساك الله بالخير. أهلا أهلا وسهلا. أعطيله أعطيله. يا ألف أهلا وسهلا. والله مسكين ما معك ساعة؟ معي سمو. أعطي يا رجال. أهلا وسهلا. أهلا أهلا. ما معك سيارة؟ معي سيارة. أعطي. يا 300,000 أهلا وسهلا. ما عليك ما عليك. الشباب شباب تبعنا. خير يا بيش. ولو كان خير كنا جينا المكان النتن هذا. والله مو خير. اللي جالس قدامك 9 سنين ما نمت ما دقت طعم النوم. يبقى معمول لك عمل. وين الجديد يا شيرلوك هولمز انت؟ كل الناس قالوا لي ناس مسويين لك عمل. والشك دخل براسي. شكيت في اهلي يا رجال. اول امس جبت جوزتي قلت لها تعال انت اللي سويتي لي عمل. قالت لي والله قبل ما اكمل طقتها ماتت. اولادي البذوره جوا لي صباح الخير يا بابا. قلت ما في صباح الخير. تعال يا حماده انت اللي سويت لي بابا عمل يا حماده. قال بابا ما كمل طقته وقع جنب امه. والله الشك جنني. وقفت في الشرفه ببص لقيت عفيفي في اخر الفيلا. عفيفي مين؟ السواق الصومالي حق اللاند كروزر تبعي. قلت تعال ايش فيك يا عفيفي خزيان؟ قال لي يا عمي انا اللي سويت لك العمل. وعملت له ايه؟ والله سمحته. ليه؟ صدق ما كذب علي ما كذب. قلت له عفيفي ايش سويته في العمل؟ قال لي يا عمي سوينا لك انك ما تنام ما تنام وجواك جن جن جواك. شوف تاج السيره يا لطيف. احنا حنفك لك العمل. تدري يا وجه البرص انت لو ما طلعت الجن والله تقرسك بالنار هذه. ولو طلعته الخير جالك جالك. والله اول شيء طقم اسنان لولي من سويسرا غير الهدايا واليخوت. ما تبغي فشل. قوم حضرتك عشان تنام. انام؟ والله هلكتني. تتبهلل علي انت يا الكلب. اقول لك ما نام تقول لي نام. خلاص مدد. قول مدد 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 سمو مدد.
شروطي عصيدة عصيدة. يا ليت يا ليت يا ليت عندي عصيدة واربع صواني مرق مرق حتى يسيل العرق مرق حتى يسيل العرق. ايش هذا؟ ايش هذا؟ لمبرنا يا امي لمبرنا. ايش هذا؟ ايش هذا؟